بأجمل التحايا نحييكم مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله ونحن نلتقي وإياكم على الحب وعلى الود في حلقة جديدة ومحطة جديدة وبرنامج نهج الحياة. في الواقع عندما نريد أن نؤسس لمجتمع يتعايش سلميا ويكون مستوى هذا التعايش في أطر تحتم على الجميع أن يتكافؤوا ولو تكافؤا جزئيا وليس كليا في الحالة الاقتصادية، لابد لنا أن نركز تركيزا مهما على مسائل تكافلية في هذا المجتمع ومسائل تضامنية وإعطاء. يجب على الأغنياء أيضا أن يأخذوا دورهم تجاه الفقراء كي يكون هنالك كفة على أقل التقادير تكون متوازية لا أن تتأرجح نحو الأسفل. في واقع الأمر أمير المؤمنين سلام الله عليه علي بن أبي طالب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وضع لنا معايير حقيقية ووضع لنا أيضا مجسات وقياسات خاصة في كيفية إنقاذ هذا المجتمع من عاهة قال عنها هو سلام الله عليه: لو كان رجلا لقتلته. الفقر، الفقر حقيقة عندما يريد أن يدخل في المجتمعات يعبث بهذه المجتمعات، وبالتالي تكون هنالك انتشار للجريمة وتكون هنالك انتشار للشذوذ ومشاكل كثيرة جدا تكاد تكون لها بداية وليس لها نهاية ولا يمكن لها أن تحصى بسبب الفقر. تحدثنا في حلقات هذا البرنامج عن مسألة جدا مهمة، عن قضية الصدقة، وقلنا أن أمير المؤمنين سلام الله عليه قال في نهج البلاغة أن الصدقة هي دواء منجح. في حلقة هذا اليوم سنأخذ جزئية أيضا ضمن هذا الإطار وضمن هذه المادة أيضا، ربما لها جانب في المسألة الاقتصادية وجزئية، لكن كلية لها في مسألة سلوك الإنسان وفي مسألة تعامل الإنسان، وخصوصا أن دائما نركز أن التعامل يجب أن يكون تعاملا إنسانيا. في حلقة هذا اليوم سنأخذ عبارة ولافتة عريضة جدا من لافتات أمير المؤمنين سلام الله عليه، هي: أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. حقيقة هذا القول كبير جدا، يعني كل ما يعمله الإنسان في الحياة الدنيا يضعه نصب عينه في الآخرة في الآجل، يعني ما نعمله في العاجل هو نصب العين يكون في الآجل. هذه العبارة عبارة فريدة من نوعها حقيقة، فيها فلسفة كبيرة جدا، فيها مجسات خاصة وفيها مسارات خاصة للإنسانية وفي حياة الإنسان اليومية ربما تتدخل في كل شاردة وفي كل واردة. لا أريد أن أسهب في هذا الموضوع كي أدع المجال لضيفي في حلقة هذا اليوم وضيفي الدائم في حلقات هذا البرنامج الدكتور محسن القزويني مؤسس جامعة البيت كي يتكلم عن هذا الموضوع بصورة موسعة. أرحب أجمل ترحيب بحضرتك دكتور. أهلا وسهلا ومرحبا بك، بارك الله فيك ضيف وأستاذ أيضا في حلقات هذا البرنامج. الله يحفظك دكتور. في حلقات هذا البرنامج تكلمنا ربما عن الصدقة، صحيح. يعني أعطيناها أعتقد 6 حلقات أو 7 حلقات أو 8 حلقات، تحدثنا عن الصدقة، كيفية الصدقة، من هو المستحق للصدقة، على من تترتب هذه الصدقة، هذه الصدقة لو أعطيت ما هي الثمار التي تجنى من إعطاء هذه الصدقة للإنسان. اليوم نتحدث عن عبارة أخرى ولافتة مهمة جدا، أعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم. يعني كيف نفهم في بداية الحديث أو في بداية الحلقة، يعني كيف نفهم هذه الجزئية وهذه اللافتة التي قالها أمير المؤمنين سلام الله عليه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الغر الميامين. أولا، علاقة هذه العبارة بالعبارة التي سبقتها، الصدقة دواء منجح وأعمال العباد في عاجلهم نصب أعينهم في آجلهم، كأنه الإمام يريد أن يقول لمن يتصدق لمن يعطي أنه هذه الصدقة ليست خسارة. جميل. عطاء الإنسان عطاء في مقابل، مقابله في الدنيا الدواء المنجح، وفي الآخرة سيلتقي بهذا العمل الذي قدمه ويكون أمامه نصب عينيه في الآخرة. بلى. هذا المال الذي قدمته كصدقة، هذا البيت الذي قدمته للفقراء كصدقة، هذا المصنع الذي بنيته صدقة جارية، هذا العلم الذي قدمته
لأبنائك لأبناء المسلمين كصدقة جارية، العلم أيضا صدقة جارية. بلي بلي. هذه الكلمة الطيبة التي خرجت من فمك لتعطر مجالس المؤمنين، هذه الكلمة أيضا صدقة ستلتقي بهذا العمل في يوم من الأيام في الآخرة، اللي هو, في الآخرة اللي هو ما أحوج الإنسان في ذلك اليوم إلى شيء يدخل في رصيده حتى يكون ميزانه ميزانا يسمح له بدخول الجنة. يعني جميل. مثل ما الدرجة اللي حصل عليها الطالب، إذا حصلت على 50 درجة تدخل الامتحان الوزاري وهكذا. بل. نأتي إلى مدلول هذه العبارة، عبارة بل. عظيمة حقيقة. مداليل كثيرة لكلام أمير المؤمنين سلام الله عليه. إحدى المداليل أن كل عمل يقوم به الإنسان سيرى نتيجة هذا العمل في يوم من الأيام، سيرى نتيجة، وإن ليس للإنسان إلا ما سعى وإن سعيه سوف يرى. يعني لا يتصور الإنسان أنه ما يقوم به من عمل سواء كان خير أو شر أنه ينتهي به المطاف، ينتهي هذا العمل في الدنيا. لا، الدنيا ستحصل على نتيجة العمل في الدنيا وأنت على موعد مع عملك في الآخرة. جميل. ستجده أمامك. ممتاز. هذا في المدلول. ممتاز. مدلول آخر أن أعمال الإنسان تتجسد أمامه يوم القيامة. بل. هذا طبعا هذا في البحث مفصل، يعني يبحثه الفلاسفة وأهل الفكر، هو تجسيد الأعمال في يوم القيامة. بل. تجسيد الأعمال والملكات، يعني ما ينوي الإنسان من وما يملكه من قدرات، هذه تتجسد في يوم القيامة بصور وأشكال مختلفة تتجسد أمامه. لطيف. هذا بحث علينا أن نغوص فيه. طبعا بالمناسبة هو أكو جانب غيبي بهذه القضية. يعني هذا الجانب الغيبي جدا مهم فيه. وفي بعض الأحيان يتقاطع حتى مع العرف الاجتماعي. أحسن. جانب الغيبي لعله كلنا جربنا هذا الجانب الغيبي. تعلمون يا أستاذنا العزيز أن الإنسان يمر بمراحل عديدة. أول مرحلة مرحلة عالم الذر. يقال أن الإنسان قبل أن يخلق كان يتكون من ذرة صغيرة، وكل البشر ذرة صغيرة، وهذه الذرات تكون تسبح في فضاءات هذا العالم، وما اختلفت هذه الذرات اختلفت في الدنيا، في الدنيا. وما اختلفت اختلفت في الدنيا. معلوماتنا عن هذا العالم ربما شيئا فقط، ما تشابه منها اختلف وما تنافر منها اختلف. فمعلوماتنا عن هذا العالم، يعني كلنا مررنا بهذا العالم. بلي. أنا وأنت والمستمع والمشاهد كل البشر مروا بهذا. هل نتذكر شيء من هذا العالم؟ لا، لا نتذكر إلا ما ذكر القرآن الكريم وما ورد في الحديث النبوي. لطيف. ربما معلومتين لا أكثر، أنه القرآن الذي يشير أنه وإذ أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، أخذ عهد على البشرية عندما كان ذرات، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هاي معلومة عندنا من عالم الذر، أنه كلنا أقررنا بالعبودية لله تبارك وتعالى، ماكو واحد. جميل. ولذا هاي بالفطرة الإنسان يعتقد بالله، يعتقد هو موحد بشكل طبيعي لأنه بالفطرة، لأنه هذا من عالم الذر. وهناك أحاديث حول أنه ما اختلفت في عالم الذر، الأرواح التي ائتلفت في الدنيا أيضا تأتلف. ربما أنت تلتقي بشخص تحس كأنك قريب إليه، كأنك رأيته. هذا في الواقع علماءنا يقولون أنه هذا لقاء الأرواح في عالم الذر، روحك مع روح هذا الإنسان التقيتا في عالم الذر، ولذا
تجد انه هذا القرب في الدنيا. دكتور حتى اكو بعض الحركات في وتبع. بعض الاحيان يعني يتصورها الانسان هي نبوءه. مثلا عندما تتحرك من مكان الى اخر يشاهدك الاخر يقول انا رأيته. يعني في بالي قد رايت هذا وربما الموقف. تدخل الى مكان تتصور انه انت دخلت في هذا المكان من قبل, صح. من قبل. هذا صح. طبعا هذا قبل ان يخلق الانسان, قبل ان توضع الروح في بدن الانسان كلنا, يعني جنابك انت قبل 40 سنة الان عمرك ايش قد مثلا اذا 40 سنة ما ادري ربما بلي بلي. فقبل 40 سنة انت كنت في عالم الذر. قبل ان عالم الذر قبل عالم الحياة الانسان ولا قبل عالم التكوين الكلي؟ لا 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 قبل عالم الانسان الكلي. إيه يعني الان ابنائنا اللي الان هم في عالم الذر, ذرات صغيرة اللي بعدهم ما مولودين. نعم نعم في عالم الذر. في عندما تدخل الروح إلى البدن يبدأ عالم آخر هو عالم الأجنة. هذا عالم كلنا مررنا عليه. لطيف دكتور, قد يكون هو عالم خلي أنا أريد يعني أوضح مسألة أبسطها حتى الأخوة المشاهدين يستوعبون ما تفضلت به. عالم الغيب عالم الغيب. أنا أسأل كل إنسان وأسأل نفسي وأسألك وأسأل أي إنسان أي مشاهد, كلنا مررنا في هذا العالم في عالم 9 أشهر. هاي 9 أشهر تعادل 90 سنة لو كنا في الدنيا, يعني في تركيبة البدن والقلب والأجزاء. لو كنا نعقل الأمور في ذلك العالم, يعني لو كنا في عالم الأجنة ونحن في عالم الأجنة نعقل الأمور, كان واحد يقول لنا أنه بعد 9 أشهر ستخرج إلى عالم فيه بحار فيه أشجار ما ممكن نتصور فيه جبال فيه كذا. هل كنا نتصور ذلك؟ ما كنا نتصور ذلك. لكن نحن الذي لم نكن نتصور هذا العالم خرجنا من ذلك العالم. جميل. وجئنا إلى عالم الدنيا وشاهدنا الجبال والطرقات وشاهدنا البشر شاهدنا الحدائق شاهدنا البحار شاهدنا. فإذا نحن في عالم الأجنة ما كان بإمكان أن نتصور صح ماذا يحدث في العالم الجديد الذي ينتظرنا. كذلك نحن الآن نعد إلى عالم آخر. سنذهب إلى عالم آخر. هذا العالم لا يمكن لنا أن نتصوره أكيد فوق التصورات إلا ما ذكره القرآن الكريم أو ما بينته الأحاديث النبوية. بس هذا مجرد هذا اللي نقدر, غير هذا لا نستطيع أن نتصور كما أنه كنا في عالم الأجنة. فطبعا هناك في العالم آخر يغلب على الإنسان أيضا في العالم إلى فد أعراف أخرى وإلى صور أخرى وهو عالم النوم. الإنسان عندما ينام أيضا يدخل إلى عالم آخر, أيضا يأكل ويشرب ويتسوق في عالم النوم, يذهب يسافر يلتقي بأشخاص لكن صور أخرى, لكن في تصورات أخرى. أكيد هو دكتور الإنسان لعله في عالم النوم ما يحتاج إلى سيارة حتى ينتقل. بلي. هو في ثواني يسرح هو ينتقل من العراق مثلا إلى مكة في ثواني. بلي. في عالم النوم. بلي. بينما هذا في عالم المادة هذا شيء لك. أكو فرد عالم النوم أيضا إلى فد معرفة إلى فد عرف آخر. بلي. إلف التصورات. دكتور قد يكون يعني العالم الغيبي وعالم الـ كل العوالم يعني بطبيعة الإنسان يعني ربما يميل إلى المادة إلى الملموس أكثر من المحسوس, يريد كل شيء أن يراه على الحقيقة على أرض الواقع كي يصدق. بالتالي يعني مثال حضرتك لما يروى للجنين أنه سيخرج إلى هذا العالم ما ممكن أنه يصدق لأنه ربما فوق الطاقة وفوق الاستيعاب, وموضوع العالم وموضوع الغلبيات موضوع شائك جدا. خلي أرجع إلى قضية الأعمال, يعني ما هي الإقناع. يعني اليوم لما نتحدث مع الناس ربما الموحد يفهم ما هي الإلهية, يعرفها جيدا ويعرف من خلال الروايات من خلال الحديث من خلال الارتباط الديني الوثيق أيضا
بالدين وبرجل الدين وبالمعلومة التي تصل، يعرف أن هنالك عالم غيبي، لكن لا يستطيع أن يدرك هذا العالم أو يتصور ماهية هذا العالم وكيف تكون. حتى الملحد بالمناسبة، حتى النظريات الإلحادية عندما تقوم بدراسة الغيبيات تشير إلى قضية بعبارة واحدة أو بكلمة واحدة، تشير إلى الرب. يعني هو حتى الملحد في ذهنيته ما ممكن أنه يضع ربا لهذا التكوين. اللي أريد أفهمه يعني كيف، يعني ما هي الوسيلة الإقناعية التي من الممكن أن تعطى للإنسان ويقال له إنما تعمله الآن هو تجده في الآخرة، يعني أعمالك الآن في العاجل هي نصب العين لك في الآجل، يعني ما هي الطريقة التي من الممكن أن تكون طريقة إقناعية بعيدا عن الطريقة الفطرية؟ يعني هو يؤمن بالفطرة، لكن ما هي القضية المادية التي من الممكن أن تدخل أو يكون ترسخ هذه المقولة في ذهن المتلقي؟ طالما الإنسان الذي ذهب إلى ذلك العالم لم يعد، ليس لا يوجد في التاريخ البشري أنه إنسان ذهب إلى العالم الآخر ومات وراح إلى عالم البرزخ ثم عاد إلى الدنيا، ما عندنا شكل إلا ما ذكره القرآن الكريم في قضيتين اللي كانت معجزة إلهية في موته. فإذا من أين نستقي المعرفة عن العالم الآخر؟ فإذا ما عندنا فد واحد شاهد وينقله. الآن جنابك تقعد ويا إنسان ذهب إلى أمريكا وينقل لك صور عن أمريكا لأنه راح شاف أمريكا ونقل لك صور. أما ما عندنا واحد ذهب إلى العالم الآخر ونقل لنا، إنه واحد راح إلى القمر وإجا إلى الأرض ونقل لنا صورة عن القمر. بس إلى العالم الدنيا، إلى العالم الآخرة، هل هناك إنسان ذهب إلى عالم البرزخ يعني مات ودفن ثم بعد ذلك عاد إلى الحياة الدنيا حتى ينقل لنا صورة؟ ما عندنا شكل. زين، فإذا نحن علينا أن نستقي معلوماتنا من عالم الغيب اللي هو الله تبارك وتعالى، هو عالم الغيب. والله تبارك وتعالى ذكر هذه الأمور في كتابه العزيز في القرآن، فالقرآن هو المصدر الوحيد، وأهل البيت اللي هم مفسرون للقرآن الكريم فقط، هذا المصدر الوحيد الذي يمكن أن نستقي منه معلوماتنا عن الآخرة. طيب، القرآن لما يقول قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، يعني حتما الموت سيحل بكل إنسان. يعني الفرق بينك وبين هذا الميت اللي مات اليوم ممكن يكون دقائق، ممكن يكون أسابيع، ممكن يكون أشهر، ممكن يكون عدة سنوات، لا أكثر لكن ولا أكثر. لكن المحصلة النهائية ملاقيكم، ستلتقي بهذه، ثم إنهم بلي، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. لطيف، يعني هذا في شيء حتمي، الموت حتمي. ليش الموت حتمي؟ لأنه ستلتقي بأعمالك، ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة، ستذهب إلى عالم آخر هو عالم الحساب والكتاب، فينبئكم منه الله تبارك وتعالى بما كنتم تعملون، وين؟ في الدنيا. جميل. ولعل يا عزيزنا يا أخونا العزيز، لعل أصعب آية في القرآن الكريم، أنا بالنسبة لي لعل أصعب آية في القرآن الكريم، ولعل كل واحد إذا يستحضرها ستكون أصعب آية في القرآن الكريم هذه الآية، ووجدوا ما عملوا حاضرا. يا سبحان الله، هاي الآية لعلها أصعب آية على قلب الإنسان، إنه كل ما تسوي اليوم في الدنيا تجده في الآخرة حاضرا. بلي، قدامك حاضر، يعني دير بالك. بلي، كلمة تحكي، عمل تتكلم، سوي عمل خير، سوي عمل شر، قدامك ترى هذا. والمشكلة إنه الرقيب عتيد، الله سبحانه وتعالى يصفه بهذه الصفة، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ماكو شيء، رقيب عتيد، ما يلفظ من قول إلا عليه رقيب عتيد. خلاص، ف
بس الكلام إهنانة يعني نعم. احنا نريد دكتور آسف المقاطعة، يعني لما بالمناسبة الشيء بشيء يذكر، هذا التطور التقني اليوم، هاي التطورات التقنية وضحت لنا مسألة مهمة. في السابق ربما كان يعني يدور سؤال شلون راح يخزن هذه المعلومات، شلون يعني أين تكتب هذه المعلومات، وإلا اليوم بالعالم المتطور رام صغير جدا يحفظ آلاف المكتبات وآلاف الملفات. الآن أنا أذكرك أأتي إليك بمعلومة خطيرة جدا. بلي. في علماء مصر استطاعوا، هاي معلومة دقيقة جدا، استطاعوا أن يستحضروا أحداث قبل 2000 سنة. قبل 2000 سنة، لأنه هاي كلها تبقى. بلي. وطبعا هاي قضية فيزيائية ما لها علاقة بالدين، يعني قضية فيزيائية أنه الطاقة والمادة لا تفنى. جميل. الطاقة لا تفنى بل تتحول، المادة تتحول إلى طاقة، والطاقة تتحول إلى مادة، والطاقة تتحول من طاقة إلى طاقة. هاي موجود في علم الفيزياء ونظرية أينشتاين أثبتت ذلك. بل. وهذا طبعا يبرهن على هذه المقولة أنه ماكو شيء ينتهي في الدنيا، ماكو شيء يفنى في الدنيا. بل. كله يبقى. قبل سنين وأنا قرأت عن هذه التجربة، استطاعوا أن يستحضروا من الموجات، من الموجات الحرارية في مصر، استحضروا أحداث قبل 2000 سنة. ما شاء الله. بأصواتها، بكلام الناس، بكذا، تجربة قاموا بها العلماء في مصر وذكرت يعني في الجرائد، في يعني. يعني ما يطرح الآن ربما بعد 2000 سنة ممكن الحصول طبعاً عليه. الآن صوتنا، الآن دا نتكلم، هذا صوتنا، هذا طاقة، هذا موجات اللي تخرج، هاي لا تفنى، ما تفنى هاي الطاقة، هاي تبقى، هاي تبقى ممكن بعد 2000 سنة. الآن إحنا ربما ما عندنا الآن الأجهزة والتطور العلمي ما بلغ إلى درجة اللي يقدر يستحضر مثلاً مال أصوات مال قبل في 100 سنة قبل، لكن قبل سنة نقدر. بلي. الآن جنابك نسجل صوتك، ولا سنة نفس صوتك، نفس صورتك، نفس كذا. جميل جدا. هي حتى تبقى أعتقد هذه الموجات الصوتية تبقى في 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 الإطار. هذا ما يؤكد كلام أمير المؤمنين سلام الله، ماكو شيء يضيع. ممتاز. كل شيء أمامك. خلينا نتوقف فاصل إذا تسمح لي، لأن هذا الموضوع شيق جدا وممتع، وبصراحة احنا بحاجة إلى هكذا مواضيع. يعني تعرف الإنسان في بعض الأحيان يذهب يمينا، يذهب شمالا، يذهب هاي التفاصيل الحياة اليومية، ربما بالعمل تكون هنالك غفلة بسيطة أو سهو أو نسيان، لكن هذه المواضيع هي إعادة تنشيط للذاكرة علنا نصل إلى بر الأمان. إذا تسمح لي أخذ فاصل. تفضل. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، في حلقة هذا اليوم وهذا الموضوع الممتع جدا واللي حقيقة احنا بحاجة إلى أن نستذكره في كل لحظة. خليكم معنا لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، حياكم الله مرة أخرى، عدنا وإياكم كي نكمل ما تركناه قبل الفاصل. أرحب أجمل ترحيب بضيفي الدائم في حلقات هذا البرنامج، الدكتور محسن القزويني، مؤسس جامعة أهل البيت. دكتور أهلا وسهلا ومرحبا بك، حياك الله. بارك الله فيك. دكتور، هذا الموضوع موضوع يعني جدا مهم وموضوع شيق بصراحة. يعني اليوم ربما يتبادر سؤال هو كالآتي، يعني هذه الأعمال اليوم، يعني احنا نعرف على سبيل المثال الآن نحن في قناة الإمام الحسين الفضائية، عندما نقيم هذه البرامج، نقوم بتسجيل هذه البرامج سواء كانت برامج مباشرة أو برامج تسجيلية، باستطاعتنا بعد سنة نطلع القرص أو نطلع العمل بالفيلم المصور ونشوفه ونشاهده. لو قمنا بتصوير حياة يومية لأي إنسان، من الممكن أيضا أن نرافقه في بيته، رافقه في عمله، رافقه في أي محطة أخرى ونصور هذا العمل في الحياة في العالم الآخر.
يعني هذه الأعمال هل تطرح على الإنسان يعني بكل تفاصيل اليومية لو لا فقط الجزئيات المختصة بالحسنات أو المختصة بالسيئات؟ يعني بمعنى آخر كيف سنشاهد هذه الأعمال؟ يعني شلون راح نشوفها؟ تشوفها مثلا بقرص سيدي، تشوفها مثلا بشاشة؟ يعني هذا قد يكون يعني قد يكون من الفضول، فضول الإنسان يثير هكذا تساؤل. يعني ذكرنا يعني في بداية الحديث أنه لا يمكن أن نتصور ماذا سيحدث. احنا نتفق على قضية أنه الله سبحانه وتعالى عندما يصف يقول ما لا عين رأت ولا أذن سمعت. يعني القرآن يقول اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وأرجلهم. بل وتكلمنا أيديهم وجلودهم. يعني هذا الموجود في القرآن، كيف اليد تتكلم، كيف الجلود، هذا جلد الإنسان يتحدث يتكلم عن ماذا فعله هذا الإنسان. لسان الإنسان يتكلم، فم الإنسان يتكلم، عين الإنسان تتكلم، تتحدث عما ارتكبه هذا الإنسان من خير أو شر. لطيف. أذن الإنسان تتكلم. جميل. كيف تتكلم؟ يعني نحن لا نستطيع أن نستوعب حقيقة. زين. طبعا نستطيع أن نستوعب، يعني إذا أردنا على قدر عقولنا، إذا أردنا اليوم مثلا نفسره تفسير، ممكن يفسر، لأنه اليوم الأشرطة والاستديوهات إذن تؤكد على أنه ممكن أن كل شيء يسجل، تخزن هذه المعلومات، تخزن. لكن كيف اليد تتكلم؟ هذا غيب. يعني لا نستطيع أن نحدد الكيفية. وأنا يعني حقيقة أعترض على من يحاول أن يفسر الغيبيات بالماديات اليوم. الغيب غيب. البعض أراد أن يفسر اليد بالموجات وكيف هاي الموجات تدخل في الخلايا وكيف غير. هذا احنا طبعا هذا حسب قناعة تصوراتنا اليوم، تصورات. يعني نحن اليوم، انا اريد اؤكد على هذه المقولة، نحن اليوم مثل الجنين اللي في بطن امه. يعني معلوماتنا، حواسنا بالنسبة للآخرة، الى عالم الآخرة، مثل الجنين. الجنين كان يتصور انه في هذه الدنيا بهذه الوسعة، حتى لا يتصور دكتور، هو حتى يمكن أن يتصور، حتى لا يتصور، مو مثل ما موجود بالواقع. احسنت. عقله يعني لا مداركه امكاناته لا تسمح له. طيب. نحن ايضا اليوم نحن كالجنين في بطن امه، لا نستطيع ان نستوعب الا ما ذكره القرآن. القرآن ذكر لنا انه الايدي تتكلم، الارجل تتكلم، العيون تتكلم، تشهد على الانسان ما ارتكبه من اخطاء وما ارتكبه من عمل خير، من ثواب ومن عقاب. اكثر من هذا لا نستطيع، لانه لا نستطيع ان نستوعب هذا العالم الذي سنقدم اليه. بل عندما نذهب الى ذلك العالم، عند ذاك يعني تتضح الصوره امامنا. خو دكتور، احنا من خلال القدره الالهيه والقدره البشريه اكو تباين كبير جدا، يعني ما ممكن انه تقاس القدره البشريه بالقدره الالهيه. القدرة البشرية التي استطاعت أن تخزن مثلا على سبيل المثال الحرب العالمية الثانية، في أربع أكو فيلم أربع ساعات يصور كل تفاصيل الحرب العالمية الثانية بقرص بسيط، أربع ساعات تجلس أمام التلفزيون تشوفه. يعني أخو الله سبحانه وتعالى لديه قدرة أكبر من قدرة الإنسان، من لكن الممكن أنه يصور. لكن حرب كربلاء هل هناك من صور؟ أها، هذا موجود. لطيف. هذه موجود، هذه قضية يعني مهمة. صورة مشاهد معركة الطب، بل كلها موجودة، بل تعرض بالكامل، تعرض بالكامل، ويأتي شمر يوم القيامة ويداه تشهد عليه بأنه طعن الإمام الحسين، بل وحرملة يأتي يوم القيامة ويداه تشهد عليه بأنه رمى طفل الحسين بالسهم. هذا كله موجود، بل لكن كيف اليد تشهد، كيف هذا طبعا نحن لا نستطيع ان نستوعب، لانه لازلنا نحن محدودين المعرفه. طيب. لازلنا مثل جنين اللي في بطن امه. احنا خلي نحصر انفسنا بالايات. زين. اكثر من الايات لا نتحدث. فلاسفه تحدثوا وتكلموا، تبقى وجهات نظر، هي وجهات نظر وممكن ترهات ايضا. حقيقة. لطيف. لانه هذا في علم الله، في علم الغيب. بلي. لا نتدخل نحن في علم الله، في علم الغيب. لكن ما ورد
في القرآن الكريم نأخذ به ما ورد على لسان الأئمة عليهم السلام نأخذ به. هم دكتور اليوم ذكروا لنا بالحياة الاعتيادية بالحياة الاعتيادية إذا تسمح لي الآن لحد الآن العلماء وخصوصا علماء النفس أو علماء الطب لا يعرفون أين تتحول الروح في حالة النوم. أحسن. يعني هي هاي الجزئية البسيطة العلم وقف أمامها عاجز فما بالك بكيفية كلام الإيد وكلام الجلد وكلام أنا أعطي نموذج من الآيات القرآنية ومن الأحاديث عن صور يوم القيامة. طيب. كيف يجد الإنسان عمله يوم القيامة وهذا عمله شون كيف راح يكون مثلا الآية الكريمة والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. يعني هذا طق سورة إنه هذا الذهب والفضة الذي تكنزه اليوم وما تنفق منه في سبيل الله يوم القيامة راح يتحول إلى شنو؟ حديدة، يتحول إلى حديد هذا الذهب والفضة ينشو بها الإنسان. هذا قد يكون تفسير هذا صوري. هذا خيال دكتور. هذا خيال صوري. لا مو خيال هذا. لا أفهم. هذا عين الحقيقة. لا أعرف. هذا القرآن دي يقول لنا فنسلم بهذا. لا مو ما فهمت قصدي. أي. قصدي الآن لأنه إحنا بالماديات. أي. إحنا عدنا بالماديات لما ترد مصطلحة مثلاً الكي مثلاً بلهجتنا الدارجة نقول هذا ينشوي. أي. مو تمام. أي. تحمى ما معناه أنه هنالك نار ومن الممكن أنه توقد هذه المادة. هذا في تصورنا قد يكون في الواقع الإلهي. لا هو هذا الواقع عند الله. هذا واقع إلهي. يعني الإنسان الذي يكنز الذهب والفضة يعذب يوم القيامة. بلي. كيف يعذب في يوم القيامة؟ بهذه الطريقة الذهب والفضة تحمى وتوضع على جباههم وعلى جنوبهم وعلى ظهورهم وتحرقه. لطيف. هذا الشيء اللي القرآن يذكره لنا. يعني هاي صورة هذا العمل. بلي. إذا قام به الإنسان هاي نتيجته اللي راح يشوفها. زين. مثلا اكو صور اخرى في القران الكريم موجوده دكتور انا اتوقف عند صوره جدا يعني غايه في الروعه وفي التصوير الالهي. يعني عندما يقول الله جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. هذه هاي مرحله شو اسمه هذه اولا قبل القيامة. بلاغه وحاله تصويريه عاليه جدا. هاي ان شاء الله موضوع اخر بس احنا موضوعنا اليوم حول الانسان يرى عمله في الاخره وما يرتبط بالصدقه ايضا مثلا. بل أحسن وما يرتبط بالصدق مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى عند يتيم مثلا هو مسؤول عند جمعية دول أهل جمعيات مال يتامى مو فقط المسؤول يعني حقيقة الدولة الحكومة يعني التفاصيل الأخرى. يعني أنا أنبه هؤلاء الإخوة اللي الآن هم يتحملون مسوي لمؤسسة يتامى جمعيتنا يعني أنبه لهم إن هاي الأموال أموال اليتامى الله في اليتامى فلا تغب وفا. يعني هاي الأموال شنو راح يصير؟ إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما يأخذ أموال اليتامى ويبني بيت ابنه يروح يتزوج به يروح مثلا يسافر به تبرع جماعته اليتيم هذه إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. الله أكبر. هاي الأموال يعني هو أخذ أموال وراح تونس به مال يتامى بنى بيت بيت أموال يتامى سافر به اشترى به طعام اشترى به أكل. هذا يوم القيامة يتحول هذا الشيء اللي سويته بيت بنيت به يتحول إلى نار. الطعام صار يتحول إلى نار. سيارة اشترت بها فلوس اليتامى يتحول إلى نار كتلة نار. هذا القرآن دي يقول لنا بل. هذا اللي راح يشوفه بل. اللي يسوي هذا العمل هذا جزاء اللي يأكل من أموال يتامى اليوم بكرة يتحول مال اليتيم اللي يعني نتيجة مال اليتيم شنو سوى سيارة اشترى بيت اشترى. بس اليتيم ممكن يكون ابن أخوه ممكن يكون ابنه وصلب حقه أو ممكن يتامى الناس مسوي له مؤسسة جمعية بارك الله فيهم. بلي. أنا أشيد حقيقة بهؤلاء اللي الآن هم يرعون مصالح الأيتام لكن بالمقابل هي مسؤولية خطرة مسؤولية جداً. خطرة يعني
هل يستطيعون أن يؤدوا هذه المسؤولية؟ أن لا يأخذهم طمع الدنيا، هاي تتجمع عندهم أموال طائلة بل. من تبرعات من هنا وهناك، والمال يغر أكيد. يغر الإنسان لا سمح الله فيتطاول على هذا المال بل. بل. فالقرآن شو يقول؟ إن الذين يأكلون أموال يتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. خب هذا يعني آيات كثيرة حقيقة، وإذا أردنا أن نحصي هذه الآيات احتجنا إلى ساعات وساعات. دكتور اليوم إضافة للآيات عندنا أحاديث. أحاديث دكتور قبل الأحاديث بس خلنا نتوقف عند هذه جزئية الأيتام. اليتيم طبعا اللي أكيد فاقد أم الأم وفاقد الأب، أول اثنين. محدد بعمر أول اثنين لو مطلق محدد بعمر؟ لا غير البالغ، يعني اليوم ها غير البالغ، يعني اليوم احنا ما نعتبر ايتام، يعني ايه. اليوم مثلا لا اب ولا ام، انا مو يتيم امام الدوله؟ لا امام الدوله لا، الغير البالغ غير متمكن. ممتاز ايه. اموال الدوله ايه. تعتبر هذه حق عام يعني ايه. طبعا هاي اموال الدوله اذا الى حكم اخر بلي. يعني انا دا اشير الى الايات اللي وضحت هذه المسألة، آيات اللي ذكرت العمل اللي يقوم به في الدنيا ونتيجته في الآخرة. زين. ده نحصي بعض الآيات، يعني إحنا لنقول مثلاً من عندنا الفلاسفة يقولون إنه أنت عملك يتحول إلى ملك والملك بشكل كذا ويدخلون في مجال خيال من عندهم من عندهم. بل. أنا أقول من عندنا لنخترع صور ومشاهد عن يوم القيامة عن أعمال العباد. لا خلي إحنا نحصر ثقافتنا في هذا المجال، فكرنا في الآيات القرآنية لأنها قضايا غيبية. بل. لا أنا أعرف إحنا دكتور هم متفقين، يعني متفقين إنه العقلية البشرية لا يمكن لها أن تستوعب. لا مو أنا أريد أشير تستوعب ما يقوم به الله جل وعلا. فلاسفة عندما يبحثون هذا الموضوع التجسيم بل. تجسيم الأعمال يدخل لك في أشياء ما أنزل الله بها من سلطان بل. لا في آية لا في قرآن. إحنا ما ندخل هذا المدخل، إحنا خلي نحصر معلوماتنا ما ورد في القرآن الكريم وكلام أهل البيت. أنا بل. أضرب من كلام الإمام الصادق عليه السلام حديث موجود في بحار الأنوار، التفت إلى هاي الفكرة، فكرة أنه كيف يتحول عمل الإنسان إلى صورة زين في يوم القيامة. طيب يقول إذا بعث الله المؤمن، هذا المؤمن من قبره خرج منه مثال شخص في ظل، مثال شنو حتى المثال ما مبينه، ممكن يكون ظل، ممكن يكون إنسان، ممكن يكون طائر، ممكن أي شيء في الشيء زين، يعني يخرج معه الإنسان، ممكن يكون قرين، ممكن في الشيء يطلع وياه. طيب مثال ماذا يعمل؟ مثال ما يقول لك شنو هو، مثال واضح. ممكن يكون ظل واضح، شنو راح يسوي؟ يقدمه أمامه قدامه، يمشي قدامه، هو يمشي وراه وهذا قدامه مثل الدليل بل. هذا راح يكون دليلك يوم القيامة. شوف صور أنه هذا المؤمن كلما رأى المؤمن هولا، طبعا هناك بعد تدري القيامة ومصائب يوم القيامة، كل ما شاف هول مرعب، منظر مرعب، فد محطة مرعبة بل. كلما رأى المؤمن هولا من أهوال يوم القيامة قال له المثال، هذا اللي وياه الدليل، هذا اللي وياه ديقوده. شلون أنت لما تروح مثلا في الدولة ما تعرف لغته، ما تعرف بل. عندك واحد دليل سياحي يرشدك يقول لك امشي منها امشي منها، واضح. قال له المثال لا تفزع، ادخل ماكو شيء عليك، ولا تحزن، وأبشر بالسرور والكرامة من الله عز وجل حتى يقف بين يدي الله عز وجل. يجي يوصل هذا المؤمن إلى بين يدي الحساب، فيحاسبه حسابا يسيرا هذا المؤمن زين، ويؤمر به إلى الجنة. لطيف. والمثال أمامه، وهذا وياه خش. يعني هذا شوف أنت بتروح الى عالم يعني خلينا نقول هذا العمل دكتور احسن اي عمل الانسان هذا بدك تروح الى عالم اخر بلي. عالم اخر يعني الله يعلم شكو به من اهوال ما لا عين رات ولا اذن سمعت
بس تحتاجك فد واحد زين. يحتاج لك واحد وياك يقودك يدليك الطريق يقول المؤمن عنده المؤمن عنده من يقوده ويخلصه من آية. فيوصل إلى الحساب فيقول يؤمر به إلى الجنة والمثال أمامه فيقول له المؤمن يرحمك الله نعم الخارج خرجت يعني بارك الله فيك أنت المؤمن يقول لهذا المثال طيب بس هذا المثال شنو ما يبين الحديث ظل شنو صورة صورة بشر صورة ملائكة ماكو بس مثال فتشي وياك راح يطلع يقول له المؤمن يقول له بارك الله فيك انت انقذتني اذا هذا انت ما كنت عند الطريق هذا طالع من قبر رايح الى العالم الاخر عالم البرزخ فيقول له يرحمك الله المؤمن يقول للمثال نعم الخارج خرجت معي من قبري وما زلت تبشرني بالسرور والكرامه من الله حتى رايت ذلك بعدين يقول المؤمن يقول هذا المثال يقول من أنت؟ أنت منو اللي أنت أنقذتني وخلصتني وصرت الدليل مالي وديتني وجبتني فيقول له من أنت؟ فيقول له أنا السرور شوفوا آية فقرة أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا الله يعني هذا العمل اللي قمت به أدخلت الله. السرور في قلب المؤمن هذه الصدقة كلمة طيبة نصحته وجهته حلت له مشكلة هذا هالمقدار هذا اللي سويته هذا المثال جميل. هذا مقابل هذا شوف إذن هذا العمل يوم القيامة شنو تحول إلى مثال إلى دليل لطيف أنا السرور الذي كنت أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا خلقني الله منه من ذاك السرور من هذا العمل شوف هذا العمل هو العمل طاقة تحول إلى طاقة أخرى العمل واضح يعني هذا العمل اللي سويت به كلمة طيبة أو اللي نصحت به أخيك آزرته ساعدته هذا الله خلق منه من هذا المثال خلقني الله منه لأبشرك جميل. حتى تكون وياك حتى خب هذا في صورة من الصور طبعا عندنا هاي صور احنا دكتور لذلك اعتقد يعني على ما اعتقد انه هذه الطاقة هي قمة الجود بالنفس اقصى غاية الجود لذلك نرى ان مكانة الشهداء هي مكانة عالية شو مثلا عندنا في الصورة اخرى بالتالي هذا الدليل الذي يتحول معهم لانهم اعطوا كل شيء للبشرية او كانوا بمثابة الملاذ الآمن لهاي الناس كلام رسول الله الى احد اصحابه قيس بن عاصم احد اصحابه هذا طبعا موجود في كتاب الشيخ الصدوق في أماليه يقول له النبي يقول لعاصم قيس بن عاصم يقول وإنه لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك يوم القيامة الإنسان يروح وحده بعد لا أبوه يمه ولا أمه يروح إلى قبره إلى العالم يدفن خلاص يتركوه أولاده يتركوه زوجاته تتركه أخوته يتركوه عشيرته دفنوه طلع راح خلاص زي. بعد انت رايح ما ادري رايح المقابر ولا دكتور بعد ربع ساعة من الدفن تجي المقبرة تشوف كل احد ماكو بس الميت ففي هذه اللحظة ما احوج هذا الميت الى قرين الا واحد يكون وياه في القبر النبي يقول قيس بن عاصم يقول وانه لابد لك يا قيس من قرين يدفن معك وهو حي شنو الفائدة إذا ميت مثلا؟ أكو موت أكو واحد يدفنه يم أبوه يم أمه بس أبوه ميت أمه ميتة شنو الفائدة؟ طيب. ما راح يستفيد منه لا يريد له فد واحد قرين ويا حي لأنه هو ميت يدفن معك وهو حي وتدفن معه وأنت ميت خب جميل. فإن كان كريما هذا القرين اللي وياك فإن كان كريما أكرمك وإن كان لئيما أسلمك أسلمك للأقارب لكل الغيبيات اللي من الممكن أنه أقارب من مالي شنو ملائكة الضغط ملائكة الخوف ثم لا يحشر إلا معك هذا القرين وياك زين وياك إذا كنت زين
هذا قرين مالك كم يكون زين وياك يدافع عنك يحميك يمنع عنك المشكلات. بس هذا القرين شنو؟ إنسان ملائكة روح ما يكون بس حي. أشبه بالمثال الذي لما يقول لك حي يعني قادر على الفعل. أشبه بالمثال الذي وصف الإمام الصادق بس أنت ميت ما قادر طيب. على فعل بس طيب. هذا قادر على استخلي شوف دكتور بس باختصار اللي شوف هذا القرين شنو هو شوف هذا القرين ولا تبعث إلا معه ولا تسأل إلا عنه فلا تجعله هذا القرين فلا تجعله إلا صالحا فإنه إن صلح هذا القرين آنست به يوم القيامة وإن فسد لا تستوحش إلا منه. لطيف. يعني تتمنى أنه وحدك ميت وحدك ما تريد أصلا. بلي. وهو فعلك هذا القرين هو عملك في الدنيا هذا العمل في الدنيا بلي. محصلة هذا العمل يتحول إلى قرين. إذا محصلة عملك في الدنيا خير فهذا قرين مالك يكون جميل خير. دكتور إحنا يعني الإنسان عادة يعني هاي الغيبيات وعندما يريد أن يتحدث عن الموت ويتحدث عن الآخرة ينتابه شيء من الخوف لأنه مثل ما قلنا هو قادم إلى مدينة مجهولة لا يعلم يعني ما يعرف منه راح موجود بهذه المدينة وين مطباتها يعني من الممكن أنه تكون بها عصابات أو ما بها عصابات تكون بها خطورة أو ما بها خطورة يعني بدقيقة واحدة كيف لنا أن يعني نحصن المجتمع ونحصن أنفسنا على أقل التقادير كي يكون معنا دليل في هذه المدينة. شلون ما نريد نحسب نسمي مثال مثل ما وصف الإمام الصادق نسمي قرين مثل ما وصف مرة ثانية يعني ما هي الآليات اللي من الممكن أنه ننجى من هذا الهول اللي من الممكن أن يكون هول عظيم جدا هذا اللي يخاف بدقيقة دكتور لأن الوقت معنا الذي يخاف من الأهوال يوم القيامة هو غير المؤمن المؤمن لا يخاف من أهوال طيب المؤمن بالعكس يرى سعادة ما أرى الموت إلا سعادة بل. هذا المؤمن لأنه يعلم بل. أنه عمل الخير في الدنيا عمل الخير يعلم أنه عندما يذهب إلى الله يذهب بوجه مبيض دكتور أنا حتى أربط بالصدقة يعني حتى يكون أحزن. كلامي إلى ربط بالصدقة اللي عاش في حياته يتصدق على الفقراء اللي عاش في حياته يبذل أمواله بل. يبذل علمه يبذل كلماته ينصح الآخرين هذا الإنسان خلي يكون واثق إنه سيذهب إلى يوم القيامة ومعه قرين صالح جميل. سيذهب إلى يوم القيامة ومعه مثال هذا المثال الذي تحدثت به خصوصا دكتور في مجتمعنا الآن إحنا في مجتمعات فقيرة عوائل كثيرة تركات يعني هذه الحرب سببت لنا تركات كثيرة جدا من الأرامل من الأيتام من يعني هاي باستطاعتنا أنه نوجد لنا قرين كل امرئ على نفسه لبصيرة كل إنسان يعرف شنو هو كل إنسان يعرف هو من أهل النار أو من أهل الجنة هذا شيء قطعي أكيد يعني لا شو اسمه غش أنفسنا بلي. الإنسان عندما يجلس مع نفسه أكيد يراجع حساباته ويحسب حساباته يعرف في أي مكان راح يشوف هل هو غني أو فقير بلي. يحسب حساباته يشوف قد مطلوب إيش قد عنده وش قد زايد عنده ماكو واحد إذن خلي تكون اليوم رسالتنا هي دعوة للغنى محاسبة ولذا محاسبة النفس بل نحن شو حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا أحسن نحن شو دكتور هذا ما يسمى وقت البرنامج أجل ساعة الإنسان يحاسب نفسه أفضل من عبادة 70 سنة أحسن ليش لأنه هاي السنة هي اللي تجيب 70 سنة خير بل أنت حاسب نفسك مو ساعة دقيقة واحدة حاسب بلي. نفسك وشوف نفسك هل من أهل النار أم من الجنة ممكن إلى 70 سنة أنت تكون من أهل الخير أو ممكن يكون بالعكس أحسن من أهل الشر دكتور هذا ما يسمح بوقت البرنامج حقيقة الحديث معك جدا ممتع خصوصا في هذا الموضوع وموضوع الغيبيات يحتاج إلى بحث أكثر يحتاج إلى محطات طبعا أخرى لكن إن شاء الله المستقبل نحن لا نتحدث في الغيبيات لا أكيد واضح نهج الحياة أحسنت يعني الغيب ما نستفيد منه في حياتنا الحياة هو مرتبط بالغيب عندما ننتقل من الحياة إلى الموت هو عالم آخر الحياة عالم والموت عالم آخر
يعني خلي أشكرك الدكتور محسن القزويني مؤسس جامعة البيت، شكرا جزيلا. أهلا ومرحبا، الله يحفظك. الشكر موصول لكم سادتي أحبتي مشاهدي قناة الإمام الحسين الفضائية، هذا ما يسمح في وقت البرنامج إلى أن نلتقي بمحطات أخرى وحلقات قادمة من برنامج نهج الحياة. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.